مع دخول المدارس وخوف أولياء الأمور من ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية، للأسف حصلت زيادة جديدة في أسعار الورق عدت 1000 جنيه. فهل ده معناه زيادة أسعار الكشاكيل والكراسات الموجودة دلوقتي في الأسواق ولا لأ؟ والأب اللي عنده أكتر من طفل في التعليم يا ترى هيعمل إيه؟ وهل في أمل إن الأسعار تنزل تاني؟ رأي التجار كان مفاجأة في الموضوع ده. مع دخول المدارس ارتفعت أسعار الورق في السوق المحلي بقيمة 1200 جنيه للطن، فأصبح سعره حوالي 28000 جنيه. كمان ارتفعت أسعار الورق المستورد بقيمة 1000 جنيه للطن علشان يوصل سعره إلى 35000 جنيه. والمفاجأة هو تأثير الارتفاع الأخير على أسعار الكشاكيل والكراسات. طب إزاي؟ التجار وضحوا إن الكتب والكشاكيل الموجودة في السوق حالياً مطبوعة بالفعل بقالها شهرين وتوزعت في الأسواق قبل الزيادات الجديدة، أما بالنسبة لباقي الأدوات المدرسية فأغلبها موجود في السوق من السنة اللي فاتت أصلاً، علشان كده استبعدوا ارتفاع أسعار البيع للمستهلك الفترة الحالية. بس ده برضو ما ينفيش إن أسعار الكشاكيل والكراسات زادت جداً عن السنة اللي فاتت، زي ما قال عمرو خضر رئيس الشعبة العامة للورق باتحاد الغرف التجارية، واللي أكد ارتفاع سعر الورق المحلي إلى 25000 جنيه خلال 2022، وده مقابل 16000 جنيه في 2021. الخبر الحلو إن خضر توقع تراجع أسعار الورق بنسبة 20% لو تم توفير الدولار اللازم للاستيراد. وبرضو أحمد جابر رئيس غرفة صناعات الطباعة باتحاد الصناعات أكد استقرار أسعار الكشاكيل والكتب، وده في الفترة الحالية مع دخول موسم المدارس. لكن في الوقت نفسه توقع ارتفاع أسعار الكشاكيل والكتب بعد زيادة سعر الورق بنسبة بتتراوح ما بين 7 إلى 10% بعد كده. ووضح رئيس شعبة الطباعة إن المبادرات المختلفة زي معارض أهل المدارس وغيرها من المبادرات التانية خففت من ارتفاع الأسعار في السوق، وده من خلال ثباتها وتقديم التخفيضات. أما خارج المبادرات فالأسعار شوية في الطالع وشوية في النازل، وده اللي مخلي في حالة ارتباك بين المواطنين. علشان كده نصح جابر التجار بالمشاركة في معارض أهل المدارس، وده لضمان نسبة مبيعات كويسة وتفادي الخسائر. ومع دخول المدارس بتنظم وزارة التموين 23 معرض رئيسي بالمحافظات و119 معرض فرعي و33 شادر و27 قافلة متحركة و500 مكتبة مشاركين كلهم في المعرض من خلال فروعها. وبيقدم معرض أهل المدارس تخفيضات بتصل إلى 50% على جميع المنتجات، وتخفيضات بتوصل ل 30% على أسعار الكراسات والكشاكيل والأقلام، وبتتراوح أسعار الأحذية من 175 جنيه إلى 195 جنيه. وبيوفر المعرض جميع المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحله التعليمية المختلفة، وبأسعار منخفضة بتتراوح ما بين 20 إلى 30% مع التركيز على المنتج المصري، وده ضمن خطة الدولة لتعميق الصناعات المحلية. انتوا كمان قولولنا رأيكم في أسعار الأدوات المدرسية السنة دي، وهل لاحظتوا ارتفاعها بشكل كبير ولا انخفاض؟ وإيه تجربتكم مع معارض أهل المدارس والخصومات اللي بتقدمها؟ هل خففوا عنكم المصاريف شوية ولا لأ؟ شاركونا برأيكم.